قامت في الأيام الماضية المديرة العامة النائبة لشركة شادية للمياه السيدة كبرى حسين اتنو بزيارة تفقدية لصهاريج المياه لمدينة أم جرس برفقة بعض الفنيين. تقرير محمود مسلفيل. تأتي زيارة المديرة العامة النائبة لشركة شادية للمياه كبرى حسين اتنو إلى بعض مواقع صهاريج المياه المختلفة لمدينة أم جرس وضواحيها بعد نقل صلاحيات خدمة المياه من البلدية إلى الشركة الشادية للمياه STA. كانت الزيارة الأولى للمياه إلى محطة صهاريج مدينة أم جرس الذي لا زال قيد التشييد، حيث استمعت المديرة والوفد المرافق لها إلى شرح مفصل من قبل رئيس مركز مياه مدينة أم جرس إدريس عبد الرحمن سكير، الذي قال إن هذا الصهاريج يعتبر أحد الصهاريج الكبرى التي تمد سكان المدينة بالمياه الصالحة للشرب، مما يتطلب بعضا من المستلزمات الأساسية لتسيير الخدمة على الوجه المطلوب بغية سد احتياجات السكان بالمياه. أما الزيارة الأخيرة للمديرة العامة للشركة الشادية للمياه فكانت بقرية بردبة التي تبعد عن مدينة أم جرس بنحو 15 كيلومترا جنوب شرق المدينة، وحين وصولها لاحظت المديرة بعض الإخفاقات وقلة خدمات المياه بهذه القرية، وبعد ذلك أعطت توجيهات ضرورية للعاملين بغية توفير المياه لسكان القرية. ونذكر بأن عدد صهاريج المياه بمدينة أم جرس في مجملها 14 صهريجا تقوم بتوزيع المياه لكافة سكان المنطقة.